إذن تتوالى أحكام الإعدام الصادرة من القضاء المصري بعد الانقلاب، فبعد ثلاثة أحكام قضى فيها القضاء بحالة أوراق 1222 من رافض الانقلاب العسكري لمفتي الجمهورية في ثلاث قضايا خلال ثلاثة أشهر. قضت اليوم محكمة جنايات الجيزة بحالة أوراق 12 من المتهمين 23 بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في أحداث منطقة كرداسة إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 6 أغسطس للنطق بالحكم بعد أن وجهت النيابة لهم تهم قتل اللواء نبيل فراج عمدا مع سبق الإصرار والترصد وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش. كانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا بعد تضارب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي الدكتور هشام عبد الحميد حول تحديد المسافة التي تم استهداف المجني عليه منها، وقدرت بين 50 سنتيمترا إلى 20 مترا. وهنالك أيضا اتهامات بأن مقتل اللواء فراج إنما تم بنيران صديقة. هل يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. بعد هذه القراءة المتعثرة والمليئة بالأخطاء للآيات القرآنية نطق القاضي بالحكم. قررت المحكمة بإحالة أوراق كل من المتهمين محمد نصر الدين فرج الغزلاني، عصام عبد المجيد دياب سيد وجهرته أبو حمزة، إبراهيم فتحي مغاور السخيف وجهرته أبو مريم، محمود محمد السيد عبد الحليم الغزلاني، أحمد محمد يوسف عبد السلام صالح أحمد ويكا، محمد سعيد فرج سعد شهير محمد الغفاص، مصطفى محمد حمزاوي عبد القادر حجازي، أحمد محمد محمد الشاهد، شحات مصطفى محمد علي موسى وجهرته شحات رشيدة، صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلاني، محمد عبد السميح حميد عبد الرب وجهرته أبو سمية، صلاح فتحي حسن النحاس، إلى فضيلة مفتي الجمهورية. حكم جديد بإحالة أوراق 12 شخصا للمفتي بتهمة قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر الماضي وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش، في الوقت الذي قابل المتهمون الحكم بالهتافات والتكبيرات. حكم هو الرابع من نوعه خلال ثلاثة أشهر بعد إحالة 1222 شخصا إلى المفتي في ثلاث قضايا سابقة، لتسجل أحكام الإعدام في مصر رقما قياسيا جديدا. تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر الماضي عندما حصرت قوات الأمن منطقة كرداسة لتطهيرها ممن أسمتهم الإرهابيين، وألقت القبض على عشرات الأشخاص بتهمة قتل 11 ضابطا ومجندا من قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وأدت العملية إلى مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة برصاصة اخترقت الصدر والرئة، وأحال نائب العام المتهمين إلى المحاكمة في 11 يناير الماضي. محكمة جنايات الجيزة حددت جلسة 6 أغسطس للنطق بالحكم على 11 متهم الباقين، والذين وجهت لهم النيابة العامة تهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام. رصاصة واحدة قتلت اللواء نبيل، لكن المحكمة توصلت إلى أن المسؤول عنها عشرات الأشخاص ورأت أنها متيقنة من صلتهم بالجريمة، رغم أن الطب الشرعي كان قد كشف عن تفاصيل هامة قبل أن يتراجع عنها بعد ذلك. مسافة الإطلاق جاوزت مدى الإطلاق القريب، أي جاوزت 3 أمثال طول مصوف السلاح المستخدم. ده من على مسافة قريبة. جاوزت طول مصفوف السلاح 3 أمثال طول مصفوف السلاح المستخدم، إذا كان يعني طول مصفوف السلاح 15 سنتي فهي جاوزت 45 سنتي بمسافة تزيد عن ذلك قليلا أو كثيرا، لأن احنا يعني من نص متر يا فندم. لكن هذا الحكم يبدو في سياق طبيعي، فقد صدر في نفس اليوم الذي حكم فيه على محمد هنداوي بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التحريض على تظاهر. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة
الأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كما أرحب بالأستاذ عادل شرف المحامي وكيل مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي النصري، أهلا وسهلا. شو وكيل؟ عضو المكتب السياسي. عضو المكتب السياسي، شكرا. أهلا وسهلا بك. وأبدأ بك أستاذ محمد القدوسي، المتهم الأول في هذه القضية هو محمد نصر الدين الغزلاني، وهو اسم يثير كثير من الجدل وأثار الكثير من الجدل في مصر، وشفنا إزاي وهو تم، مش عارف هو اللي تم تكريمه من الرئيس مرسي ولا مش هو؟ أنا ما أفتكرش الحقيقة حكاية وقع التكريم وهل تم تكريمه أو لا، لكن أنا فاكر الوقائع بتاعة كرداسة، الأحداث بتاعة كرداسة اللي انبنى عليها هذا الحكم العجيب، كما أشرتم في تقريركم بحق إلى أنه في الآخر في رصاصة واحدة انضربت، يعني مش في 10 رصاصات مثلا واحدة منهم هي القاتلة، في رصاصة واحدة انضربت، فكيف يكون المسؤول عنها 12 شخص؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هذه الرصاصة وحسب دول 12 الوحيد للمفتي، ده في 23 يعني لم يحالوا للمفتي بس، يعني احنا ممكن نتكلم مثلا في ان في واحد هو اللي باع الرصاصة دي، وفي واحد هو اللي حضر دخلها حطها في المسدس. الراجل كان بيشتغل كده زي طاقم التدريب، احنا في مباريات كاس العالم دلوقتي، ففي مدرب وفي مدرب مساعد وبتاع، نستطيع ان نتخيل، لكن برضو مش 12، مش هيوصلوا ل 12، ولو هم 12 مش كلهم ياخدوا اعدام، مش ممكن، يعني ده القانون اللي بيقول كده. لكن الحال اللي احنا بنشوف في مصر ده له قضاء وله قانون وله اي حاجة خالص، هذه حرب تشنها سلطة إرهابية ضد شعب أعزل، في سلطة إرهابية بقيادة عبد الفتاح السيسي تقوم بحرب ضد شعب أعزل، وتستخدم في هذا القضاء في هذه الحرب ليس أكثر من سلاح للقتل. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن لما يجي يطلع 1200 حكم في 3 أيام، طب ما هو عنده 20,000 جوه، يعني ما لو هو سلاح للقتل، لا ما هو شغال في كده، ما كان يحكم بالإعدام على 20,000 واحد. أولا مش صعب أفتكر، يعني هو تجاوز الحدود حتى المقبولة منطقيا حسب في حاجة اسمها المعدلات العالمية، فانت اشتغلت على قد المعدلات العالمية ديت 100 مرة، ما ينفعش تشتغل عليها 10,000 مرة، يعني ما ينفعش انك انت تضاعفها 10,000 مرة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انك انت ما انت شغال فيهم قتل برضو، انت سايبهم بيتعفنوا في الداخل من غير طعام مناسب ومن غير علاج مناسب، وسايب اللي بيضرب عن الطعام بيضرب عن الطعام حتى الموت ما فيش مشكلة، وحطيت 120 طفل مع مساجين جنائيين اكبر منهم في السن عشان يقتلوهم وعشان يغتصبوهم، يعني انت شغال بكل الطرق، يعني في المظاهرات انت بتضرب نار على طول، في الاحكام انت بتحكم من على منصة القضاء بالاعدام، في ظروف الاقامة المناسبة انت بتسيب الناس لغاية ما تموت، يعني مش عارف انت يبدو عايز تنقل الكلام، لكن انا عندي كلام في وقعة القتل نفسها. زي ما سمعنا كده تقرير الطبيب الشرعي قال ان المسافة من 0.5 متر الى 20 متر، ولكن ليس اكثر من ذلك. المنطقه اللي احنا شفناها، لو احنا شفناها اللي هي منطقه الشارع الموازي للشارع السياحي، كرداسه لها 3 مداخل من ناحيه ترعه المريوطيه، الشارع السياحي، مسجد الشاعر، الشارع ثالث موازي للشارع السياحي، وفي مدخله في كوبري بيعديك من على المريوطيه عشان يدخلك فيه، بيوت اهالي لا تتجاوز الطابقين، ومدرسه واحده في المنطقه ديت ارتفاعها 3 طوابق، يظن انه العيار ده اطلق من فوق المدرسه عشان قال لك انه اطلق من اعلى، بينما تقرير الطبيب الشرعي قال انه العيار اخترق العضد الايمن ودخل في الصدر. وليه اخترق العضد الايمن؟ لان دي المنطقه اللي ما عليهاش القميص الواقي من الرصاص. طب الراجل، شوف لي بقى الراجل النشانجي اللي جه ضرب اللواء ده من فوق المدرسه بس ضربه من تحت باطه، يعني مسدس، يعني مسدس 9 مللي مسدس ده لازم يكون مسدس صناره، مسدس فيه هلب علشان خاطر الطلقه تطلع تاخد مسار. يعني انت عايز تقول ان اللي قتله مين؟ اللي قتله كان واقف جنبه او واقف وراه. وبعدين انت في وسط ضرب نار، في وسط اطلاق نار، فيه شفنا اتنين، واحد فيهم لابس شبشب، واحد اللي هو المراسل بتاع قناه المحور، واحد كان معاه مسدس، والاثنين كان معاهم مسدسات على فكره، والاثنين دول شفنا واحد فيهم كان الاثنين بدون واقي من الرصاص، ويقول لك المراسل المحور بيقول لك ان في وابل من الرصاص بينطلق وهو انجرف نص الشارع. طب في حد في الدنيا عاقل يبقى هو بيقول بيعلن للناس بيحذر الناس من ان في ثم النقطه الثالثه الاكثر خطوره، ان هذا الرجل اعلنت وفاته قبل ان يطلق عليه النار بدقائق. لو نفتكر الراجل بتاع المحور اللي كان واقف قال ان في خبر عن انه اصابه قياده مش عارف ايه قبل التوقيت الرسمي للاصابه،
طب الناس دي كلها ما تشوف عنها الحجاب زي ما شفنا قبل كده المجمع العلمي بيعلن عن احراقه. طب اذا كان يعني عايز تقول ان اللي قتله اللي كان واقف جنبه يعني حد كان واقف جنبه، طب ايه مصلحتهم ان هم يقتلوا؟ ايه مصلحتهم ان هم يقتلوا مساعد وزير مساعد وزير مساعد مدير امن الجيزه؟ بالظبط. انا النوايا يعلمها الله. انا راجل بتاع قانون، لما يجي الطبيب الشرعي يقول لي انه الطلقه دي اطلقت من مسافه من نص متر بحد اقصى و20 متر بحد ادنى و20 متر بحد اقصى، يبقى ما ينفعش ان المسافه دي تبقى في بحر شارع 100 متر. طيب. ما ينفعش. دي نمره واحد. نمره اتنين، انه لما يجي يقول لي ان الطلقه دي انضربت من تحت العضد، يعني خدت من العضد الايمن من هنا ودخلت اخترقت التجويف الصدري، لان دي المنطقه زي ما قلت لحضرتك اللي القميص الواقي من الرصاص، ولو رفع ايده كده خلاص. طب هتضربه من فوق السطوح ازاي ورفع ايده كده؟ قول لي بقى هتيجي في الطلقه ازاي؟ هتيجي في دراعه وتروح داخله في السجن. لا يمكن، لا يمكن. طيب استاذ لازم يكون المسدس فيه هلب، يعني الماسوره بتاعته تكون على شكل خطاف. طبعا انا بضحك، مفيش مسدسات. طيب استاذ عادل شرف، دائما الشك يفسر لصالح المتهم. يعني احنا واحنا قاعدين اهو في الاستوديو والناس في مصر اللي شافوا الفيديوهات ساعتها لديهم الكثير من الشكوك التي يعني تجعل ادانه اي حد في هذه القضيه صعبه جدا، خصوصا ان هو رصاصه واحده قتلت شخصا واحدا، حكم على 12 شخصا بالحاله اللي المفتي تمهيدا لاعدامها. 11 وفي 12 لسه هيتحكموا، يعني 23 كلهم. ليه الشك ما بقاش يفسر لصالح المتهم في القضاء المصري؟ هو بس اسمح لي اعقب بإجازة على كلام الاستاذ محمد، ومع احترامي الشديد لما قاله، انا منطقه ناهيه وكرداسه، الشارع مش 20 متر اطلاقا. الشارع لا يتجاوز عرضه 8 متر. وفي ترعه. مدخل بالكوبري بالترعه. طب انا اصبر عليا يا استاذ محمد. اتفضل. والبيوت هناك ضيقه وحضنه بعضيها، وشوارع صغيره خالص داخل ناهيه وكرداسه، والمنطقه بتاعت ناهيه كانت وكرداسه كان فيها تجمع وفي نوع من التواجد المسلح لجماعات كلنا شفناها، وما كانش حد قادر يقول. انا قريب من المنطقه بالمناسبه، ما كانش حد يقدر حتى من المواطنين يخش شوارع ناهيه او كرداسه. كان في تجمعات وفي ناس مسلحه وفي جماعات مسلحه واقفه واعلنت باختصار ان هي هتقف ومحدش هيخش. ايه الجماعه اللي اعلنت يعني وقتها؟ يعني اللي كانت قال انه جماعات مسلحه كتيره، واحنا شفنا مش ماشي يعني. في كرداسه يعني مين اللي قالوا يعني؟ من بقول لحضرتك اهو، عقب حتى التمثيل بجثه 12 واحد في اسم كرداسه، وكانت دي موجوده. يعني عايز تقول حضرتك بتقصد الكلام اللي قالته الدوله انه في جماعات مسلحه؟ لا لا مش كلام اللي قالته الدوله، لكن هل في جماعه مسلحه؟ كان في جماعات مسلحه موجوده ان هي لا صح اعلنت ان هي موجوده ومسيطره على كرداسه وعلى ناهيه. جماعة ايه؟ لا حاجة خاصة بالجهاد والتكفير والكلام ده كله. مفيش خالص، مفيش أي جماعة أعلنت ازاي؟ لا احنا شفنا بعينينا الناس موجودين ومسلحين ومحدش قادر ولا حتى لا يخرج ولا يخش من المنطقة دي. إلا يعني إذا كان يعني من الضواحي. أنا حضرتك عشان لا حتى لا نخلط الأمور ببعضها ببعضها، حضرتك بتقول إنه في ناس أعلنت إن هم مش أعلنوا، احنا شفنا إن هم مسلحين وإن دي جماعات مسلحة وأعلنت إن هي مسيطرة، وده كلام اعلنوه حضرتك. طب مين حضرتك اللي اعلنوا؟ ايه الجماعه اللي هي سيطرت على؟ انا مش متذكر الاسم، لكن ده كان موجود بالفعل. جماعه ايه طيب؟ واحنا من منطقه من هناك وشفنا ان ما حدش بيقدر يخش ناهيه، وما كناش قادرين نخش ناهيه ولا كرداسه. يعني في اماكن كتيره في مصر ما حدش يقدر يخشها يعني. لا 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 مش القصد يعني، لكن حينما تحمل سلاح وتبقى موجود. وفي اماكن كتيره في مصر مليانه سلاح، يعني في اماكن كتيره في مصر حتى الشرطه ما بتقدرش تدخل يا سيدي، حتى الجماليه ما بتقدرش تخشها الشرطه. مثلا يعني في اماكن كتيره. طب يعني ده مش معناه ان في جماعات مسلحه يا استاذ؟ لا في، لا في يعني ده ليس دليلا على انه في جماعات مسلحه. انا هكمل بس لحضرتك. قد يكون هنالك جماعات مسلحه، لكن ما سقطه حضرتك من دليل لا يرقى الى ان يكون دليلا على وجود جماعات مسلحه في. لا بس لحظه، في كرداس يعني احنا من المنطقه وعارفين، وكنا بنحاول نخش ما عرفناش عشان نتواصل مع اهالي ناهيه وكرداس، بالفعل ما عرفناش نخش. ليه؟ لانه كان في وجود مكثف لجماعات عامله اسلحه، واحنا ناس عزل يعني. طيب انا مش هخش في هفترض ان في جماعات. طب بس هكمل بقى، هفترض ان في جماعات مسلحه. هكمل حضرتك. انا سؤالي لحضرتك ايمن، هكمل اهو. ليه الشك لا يفسر لصالح المتهم في القضاء؟ ما فيش شك، قانونا الشك يفسر لصالح المتهم. فين بقى يعني؟ انا بس بعترض على الجزئيه اللي قالها الاستاذ محمد ان الشارع عرضه 20 متر. لا ما فيش شارع هناك 20 متر، لا في ناهيه ولا كرداسه بالمناسبه. انا ما قلتش ان الشارع عرضه 20 متر، عشان انا قاعد. لا مش بس كده، مش بس كده، انا قلت ان هو مفترض ان ده انضرب من فوق مجمع ثلاث طوابق. اصبر عليا بقى، اصبر بس عليا عشان بس ما تقولنيش اللي انا ما قلتوش. لا 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 لا، بس انا قلت ان هو مبنى ثلاث طوابق، وقلت ان في كوبري وان في ترعه. لا ما هو انت متعقب على كلامه، فهو من حقه. في مبنى ثلاث طوابق وفي كوبري وفي ترعه،
وانت العيار المفروض انه اخترق كل المشوار ده، فهل المشوار ده كله 20 متر؟ صعب شويه. طب انا بس طب انا لغايه دلوقتي حتى ما قلتش انا عاوز. طب ما احنا عايزين عشان ما انا بس بدايه نرجع للنقطه اللي هي بتاعت ليه الشك ما بقاش يفسر مصلحته. لا هو الشك في كل الدنيا يفسر مصلحته. طيب ما بقاش هو احنا عندنا احكام اعدام بالجمله. لا اله الا الله. يعني انا بس انا رديت على الجزئيه الخاصه بشوارع 20 متر ولسه هكمل. انا مش في صف، انا مش في صف كمحامي وناشط قانوني تمام وراجل في نفس الوقت بمارس السياسه، مش في صف لان انا محامي بقالي 35 سنه. مش في صف مش في صف مش في صف انه هذه القضايا بالذات دي قضيه قتل تنظر بهذه السرعه، لانه مما لا شك فيه انه هناك فعل ورد فعل. هناك يعني رد فعل بالذات انه انت ده الشرطه وتقتل لها لواء، فلازم يتجمع الورق بسرعه وتتقدم القضيه بسرعه وتتعمل بسرعه. المساله كده مش صحيحه. انا في صف انه القضاء ياخد وقته والنيابه تمارس دورها بشكل حقيقي وتتأنى في تقديم الادله. انا في صف هذا الكلام تمام. وبشكل اخر بس اكمل بس الحته دي وبعد كده سريعا لو سمحت لانه كمان معنا ضيوف اخرين. اتفضل. معنا ايضا عبر الاقمار الاصطناعيه من اسطنبول الاستاذ مجدي سالم، محامي اثنين من المتهمين المحاله اوراقهم للمفتي. استاذ مجدي حضرتك توقعت هذا الحكم انه يكون في احكام اعدام وتقريبا توقعت الرقم 12، كان على اي اساس يعني؟ والله انا توقعي ان هناك احكام بالاعدام ليس توقعا قانونيا في الحقيقه، لان بالنظر للظروف القانونيه والادله المقدمه في هذه القضيه الواحد كان لابد ان هو يجزم ان هؤلاء المتهمين جميعا سوف يحصلون على البراءه، لكن احنا بإذاء عداله غائبه بإذاء محاكمات هزليه الحقيقه ليست محاكمات جاده. كما تفضل ضيفك من قليل المسائل كلها بتطبخ بسرعة والأوراق بتقدم بسرعة والأحكام بتصدر بسرعة والنتيجة الحكم على الأبرياء بالإعدام. لكن أنا توقعت إن إحنا في 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 أجواء انقلاب وفي أجواء اعتداء على يعني القضاء يعني أنت حضرتك العدالة في الحقيقة العدالة غائبة بالكلية الآن في مصر. ولذلك كان توقعي ان هناك احكام بالاعدام تبلغ يعني ربما يكون نصف المتهمين وهو ما حدث. اللواء نبيل فراج قتل في الحقيقه كلام قتل في كرداسه. اسمح لي يا استاذ مجدي، يعني استغرب من كلام الضيف الاخر. لا اسمح لي قبل ان اعلق على الضيف الاخر. ما هوش 20 متر. اسمح لي. الشارع ده بالذات يعني ربما يعني يكون عرضه من 15 ل 20 متر في الحقيقه يعني. اللي هو شارع ايه؟ بالاضافه لان التصوير الجنائي اللي هو شارع ايه يا استاذ مجدي؟ في هذه القضيه شارع ايه هو ده؟ بالتحديد مراسلي المحور يعني. مراسل المحور ومراسل مصري اليوم تامر مجدي واظن عمرو القمحاوي او شيء من هذا دول قالوا ان في احنا فوجئنا بوابل من الرصاص ينهال علينا من فوق المدرسه. وكما تفضلت حضرتك الطلقة واحدة فقط هي التي أصابت اللواء فراج وهي التي أدت إلى مقتله. الطلقة دي جت من العضد بالفعل يعني من أسفل، وتقرير الطب الشرعي نفسه وإن كان تراجع شوية عن مسألة إن المسافة ربما تكون حوالي نص متر وقال إن هي من 10 ل 20 متر، إلا إن تقرير الطب الشرعي نفسه بيقول إن الطلقة دي جاية من مستوى أفقي يعني مش من فوق المدرسة. يبقى إذن نحن إذا تناقض صارخ بين أقوال الشهود وهم الشهود الوحيدين المؤثرين في هذه القضية وبين تقرير الطب الشرعي. طيب أنت في رأيك هذه مهزلة. في رأيك يعني كيف يعني اللواء نبيل فراج كل هذه الملابسات. اسمح لي يا أستاذ مجدي، واضح أنه عندك مشكلة في السمع وأن هناك رغبة أكيدة في الانتقام من كرداسة، لأن كرداسة كانت من أوائل المدن و طيب أستاذ مجدي، أستاذ مجدي لو تسمح لي. طبعا كرداسة لها تاريخ مع السلطة عموما من أيام عبد الناصر لحد حسني مبارك حتى، فوارد يكون في نوازع انتقامية سواء من هذا الطرف أو من ذاك، لكن إذا لم يكن هؤلاء المتهمون قد قتلوا اللواء نبيل فراج، من يكون القاتل إذن؟ القاتل الذي قتل اللواء نبيل فراج هو الذي قتل اللواء بطران
هو الذي قتل المتظاهرين السلميين في رابعه والنهضه، هو الذي قتل الساجدين الركع امام الحرس الجمهوري، هو الذي حرق البيوت في كرداسه وفي دلجه وفي سيناء، هو الذي يعمل لحمايه الامن القومي الاسرائيلي. ها القاتل في كل هذه الحوادث هو فاعل واحد. وما هي مصلحته؟ يعني ما مصلحته الذي قام بالاستيلاء؟ يعني هذا الرجل كان يقود هذا الرجل كان يقود قوات الامن في عمليه في كرداسه، ايه مصلحه قوات الامن انها تقتل رجل يقوم بهذه المهمه؟ بالضبط كما بالضبط مصلحة الأمن هي مصلحته في قتل اللواء البطران. اللواء البطران كان يريد أن يمنع المساجين الجنائيين من الخروج من السجن، قتلوه. اللواء فراج يعني كما حكي عنه أنه كان دائما يعني ربما يكون يمنع يعني بعض الاعتداءات السافرة والفجة من عناصر الشرطة على المواطنين في كرداسة الذين ذاقوا الأمرين من ممارسات الشرطة بعد الانقلاب. ودعني أذكر الجميع وأهالي كرداسة وهم بمئات الآلاف، يعني ليسوا كرداسة ليست قرية صغيرة، كرداسة بها مئات الآلاف من المواطنين. تستطيع حضرتك أنك أنت تنزل هناك وتعمل إقصاء يعني يعني جولة إقصائية تسمع الأهالي كرداسة هو للأسف مصر لا تسمح لنا بالعمل. غزلاني مثلا، غزلاني الذي حكم على 5 من أبنائها اليوم بتحويل أوراقها إلى المفتي، هؤلاء كانوا يحمون يساعدون في حماية. طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ مجدي سالم، أرجو أن تبقى معي، للأسف لابد أن نتحرك سريعا. يعني كما يعلم الجميع فإنه السلطات المصرية الحالية لا تسمح للجزيرة العربية أو الجزيرة مباشر مصر بالعمل داخل مصر، وبالتالي لا نستطيع أن نذهب إلى كرداسة ونجري هذا الاستقصاء الذي تحدثت عنه. لكن نشوف ايضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه تعليقهم على هذه الاحكام. مع الزميل عمرو حسن، تفضل عمرو. في الواقع زين كان السؤال الاكبر هو عن اوجه العداله المختلفه او ميزانها المختل في مصر وفقا لتعبير معلقين على فيسبوك والذين نبداهم بسيف الذي يقول سبحان الله اعدام 12 في قتل واحد واللي قتل 37 في سياره ترحيلات ابو زعبه البراءه، صحيح قضاء عادل 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 لا غبار عليه على هاشتاج مصر ليله. وهذا هو تعليق احمد عماد ايضا. اما ماهر مصطفى فيقول المقتول من الشرطه والقاتل من الشرطه، نيران صديقه يعني. ايضا على فيسبوك دعاء تقول لو ما عرفتش مين الجاني لبسها لاي اخواني. اما تيتا فتقول دم الشهيد نبيل فراج غالي قوي ومش كفايه 12 فرد ينعدموا. ايضا على فيسبوك تيتو يقول كنتم عايزينهم ياخدوا براءه؟ تساؤل من تيتو. اما على تويتر محمد مهيدي يقول كده فاضل اللي ما اشتركوش في الانتخابات يحلوهم للمفتي بالمره. اما نور فتقول يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته على هاشتاج مصر الليله. التدوين التالي على تويتر من يحيى يقول احاله اوراق 12 ارهابي اخواني في احداث كرداسه في مقتل الشهيد اللواء نبيل فراج لمفتي الجمهوريه مبروك لمصر، هو واضح سعيد بهذا القرار. محمد ابو حامد البرلماني السابق يقول الحمد لله الحكم باعدام 12 ارهابي من قتله اللواء الشهيد نبيل فراج بكرداسه، تحيه للقضاء المصري الشامخ، العداله الناجزه هي الحل لوقف الارهاب وفقا لوصفه. اما عبد الفتاح فيقول الحكم اللي صدر النهارده باعدام 12 واحد لقتل اللواء نبيل فراج بكرداسه برصاصه واحده عشان اقتنع بيه واصدقه هو ان 12 او ال 12 دول داسوا على الزناد مع بعض، علشان كده ال 12 اتحكم عليهم في الواقع يا زين بالاعدام. اشكرك شكرا جزيلا عمرو حسن. استاذ عادل شرف، هو الحقيقه نقطه ان هو 12 يعدموا في واحد بينما واحد قتل 37 ياخد اخلاء سبيل، يعني يصعب على المواطن المصري ان يصدق ان هذه عداله. انا قلت لحضرتك انه انا مش في الصف الاستعجال في هذه القضايا، مثل ما حدث في قضيه المنيا وقريه عدوه في مسيحيين متاخدين في التحريات ونزلوا متهمين. القضايا تمت بشكل او باخر فيها عجله، انا مش في صف هذه العجله، انا في صف التاني وفي صف اداء تحريات جيده. مين وجمع مين اللي بيتعجل؟ ليه بيتعجل؟ يعني 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 انا قلت لحضرتك في البدايه ان هناك فعل ورد فعل، ورد الفعل ياتي على عجله ل يعني ارضاء الراي العام والسخط العام والشكل دوت وغضب الشرطه، مساله بهذا الشكل. انا مش في صحيح. هل الراي العام عايز اعدامات؟ لا، يعني يعني لما يقتل لواء شرطه ولما 12 واحد يمثل بجثتهم في اسم كرداسه طبعا بيصير غضب الناس مفيش شك. لكن انا قصدي اقول لحضرتك انه القضايا يجب ان
تتم جمع ادلتها بتأني مش بعجله ومش طيب. بسرعه، وبالتالي العجله تؤدي الى اخطاء. بس انا هكمل حاجه يعني في هذا السياق، انه القضايا دي وامثالها ومتهمين هنا او هناك وقتيل من الشرطه وقتيل من الشعب وقتيل من المتظاهرين وهكذا، مساله يعني دوامه لا تنتهي. انا في صف اعمال العداله الانتقاليه ونحن في احوج ما نكون اليها حتى نلم وأم المجتمع طيب. المصري ونسيجه. استاذ محمد القدوسي، يعني ليس من قبيل المصادفه ان تتم هذه الاعدامات الجماعيه، يعني ايه الهدف منها في رايك؟ هو اعدامات جماعيه زي ما حضرتك بتقول، اللي هي فكره القانون الروماني، اعمال اي سلطه احتلال جاءت لتحتل بلادنا زي سلطه عبد الفتاح السيسي كده مارست نفس المساله. القانون الروماني اعدام واحد من كل 10 عند وجود اي شبهه او اي تمرد او اي خروج على ايه الهدف بقى من هذا؟ فالارهاب هو هذه سلطه ارهاب الناس، يعني ارهاب الناس طبعا، ارهاب الشعب ولا ارهاب المعارضين؟ طبعا، عشان تسكت خالص، عشان تقعد ساكت خالص. هقول لحضرتك هل ده هيخلي المعارضين فعلا لا هو طبعا يتخلوا عن المعارضة؟ ما لا اعتقد، لانه احنا نحن نعرف اننا نقاتل معركة طويلة، واننا نقاتل معركة حقيقية، وهي معركة لم نختر ان نخوضها، يعني لم يختر احد من الثوار انه احنا قلنا عيش حرية عدالة اجتماعية. فجالنا ورثة النظام الذي يحكم مصر والذي يضع قدمه على رقبة مصر من 200 سنة، قلنا ورثت هذا النظام وقالوا لنا مش هنسمح طيب. ليكوا ان كنتوا تقيموا راسكوا، واحنا هنقتلكوا يا اما نقتلكوا، يعني ان لم تسمحوا لنا بحكمكم فاننا سنقتلكم، نقتلكم يا نحكم. بالظبط كده. مع نشوف ايضا الاستاذ مجدي سالم وهو محامي المتهم الرئيسي محمد نصر الدين الغزلاني، وايضا صهيب محمد نصر الدين. استاذ مجدي، احكي لنا عن المتهمين دول، يعني هل فعلا احد المتهمين هو من اخرجه المجلس العسكري في 5/3/2011 ومن كرمه الرئيس مرسي؟ في الحقيقه هي هذه احد الاكاذيب التي تروج في الاعلام للاساءه الى الثوره والاساءه للدكتور مرسي والاساءه الى امثال الدكتور محمد نصر الدين الغزلاني. الدكتور محمد نصر الدين الغزلاني هو دكتور في القانون، في القانون العام، وله رساله دكتوراه محترمه اوصت لجنه الاشراف على هذه الرساله بنشرها وتعميمها في الجامعات المصريه. الدكتور محمد نصر الغزلاني كانت له ايادي بيضاء الحقيقه، هو وكثير من اخوانه في كرداسة، على الحفاظ على الأمن بعد الفوضى التي عمت مصر بعد فرار الشرطة وإقلاءها لمواقعها في طول البلاد وعرضها. نظموا لجان شعبية حافظت على الأمن وقدمت الخدمات الحقيقية لأهالي كرداسة، ومن هنا تفهم حضرتك لماذا أهالي كرداسة متعاطفين تعاطف شديد جدا مع هؤلاء المتهمين. شكرا جزيلا. في الحقيقة دعني أيضا يعني أشير أن هنا يعني تبدو الروح الانتقامية واضحة، يعني صهيب يعني الشاب يعني اللي ربما تجاوز مرحلة الطفولة بسنوات قليلة، طالب في كلية الهندسة في الصف في المرحلة في الفرقة الثانية، لمجرد أن أبوه محمد نصر الدين الغزلاني الذي أرادوا أن يكيدوا به. وأنا في الحقيقة دعني يعني أذكر هنا أنني في يعني بعد هذه الأحداث وكنت وقتها في مصر، اتصل بي أحد القيادات الشرطية وقالت لي أن محمد، أن احنا ندرك أن محمد نصر ليس له دخل في هذه. طب مين هذه القيادة يا أستاذ مجدي؟ العمليات التي تتم في كرداسة ونحن نريد أن نجلس معه. من هذه القيادة؟ وقلت لهم أن محمد نصر ليس له أي مانع من شكراً الجلوس. شكرا جزيلا لك، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مجدي سالم المحامي، محامي محمد نصر الدين الغزلاني المتهم الرئيسي في القضية، وصهيب محمد نصر الدين المتهم رقم 10 في هذه القضية. وأشكر أيضا ضيفية في الاستوديو الأستاذ محمد القدوس الكاتب الصحفي، والأستاذ عادل شرف المحامي وعضو الهيئة العليا للحزب، المكتب السياسي للحزب المؤتمر الشعبي الناصري. وما زلنا معكم مشاهدينا في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. محمد طنطاوي موظف جمارك معاق، اعتقلته قوات الأمن ببورسعيد بعد مشادة كلامية مع ضابط بالجيش، ووجهت له تهمة حيازة شارة رابعة وحيازة مفرقعات. فهكذا يكون العدل إذن في زمن المشير؟